وهو الشوط الختام. شوط الختام وهو شوط الختام. انطلق على بركة الله شوط الختام. شوط الختام والذي يحمل 21 اسما. نذهب إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط والتي تحمل الرقم 31 مش مدونة، والتي تحمل الرقم 31 غير مدونة لدينا في الكشف، غير 14. التي تحمل الرقم 14 بنت سياف علي بن جار الله الضحاك، وفي ثاني المراكز وفي ثاني المراكز السيلية خليفة بن علي العطية، خليفة بن علي العطية. وفي ثاني المراكز خليفة بن علي العطية مع السيلية. وفي ثالث المراكز الشاهينية علي بن سلطان الحميدي. وفي رابع المراكز شومة سالم بن علي القوز. نذهب ونعود إلى صدارة الشوط، نعود إلى المقدمة وإلى الانطلاقة وإلى هذا الرقص والتي تحمل الرقم 1، وهي في المركز رقم 1 السيلية خليفة بن علي العطية، هذا الشعار المميز المميز. وفي ثاني المراكز والتي تحمل الرقم 5 شومة سالم بن علي القوز. وفي ثالث المراكز والتي تتسلل وتحمل الرقم 11 الشاهينية علي بن سلطان الحميدي. وفي رابع المراكز من الجهة اليمنى والتي تحمل الرقم 10 الشاهينية سعيد بن راشد أبو وضحة. يا مرحبا ومسهلا يا أبو وضحة، وتسلم على هذا التدخل. ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى السيلية، نعود إلى خليفة بن علي العطية. والسلامات إلى أين؟ إلى أين تتوجه السلامات في هذا الشوط؟ انفراد تلقائي وانطلاق تلقائي ورقص تلقائي بدون تعليمات. يا سلام، الله 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 الله، سلام السيلية، سلام خليفة بن علي العطية مالك السيلية. وفي ثاني المراكز والتي تحمل الرقم 10 الشاهنية سعيد بن راشد أبو وضحة. وفي ثالث المراكز التي تحمل الرقم 5 شومة سالم بن علي القوز. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:18 69 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين والمشاركين في هذا الشوط.